بنكمل المحاضرة الثانية وهنتكلم عن essential of electromagnetic waves and matter، وهنتكلم الآن عن شيء مهم جدا اللي هو الأتومز. كلنا بنعرف إنه أصل الإشعاع الكهرومغناطيسي يأتي من إثارة الذرة. إذا أثيرت الذرة عن طريق تزويدها بالطاقة، الإلكترونات في الذرة تمتص هذه الطاقة وتنتقل إلى مدارات أعلى، وما تلبث هذه الإلكترونات لأنها تنتقل إلى المدارات الأقل وتطلق فوتون أو ضيف كهرومغناطيسي. والضيف الكهرومغناطيسي الناتج من إثارة الذرة يحمل اللي هو اي 2 ناقص اي 1. ايش هم اي 2 واي 1؟ هم مفارقه بين مستويات الطاقه. وبالتالي عمليه الليزر او الليزر هي عمليه تحدث في داخل الذره، سواء كانت الذره عباره عن جزء من ماده في الحاله الصلبه او في الحاله السائله او في الحاله الغازيه. وبالتالي معلومات عن الاتومز يجب ان تكون واضحه ودقيقه، ومن افضل النماذج اللي ممكن نتعامل معها اللي هو نموذج بور، والذي يذكر فيه ان الذره عباره عن نواه فيها بروتون ونيوترون، ويدور حواليها الالكترونات. طبعا هنا البروتونات والنيوترونات دائما عدد البروتونات يساوي عدد من الالكترونات من المدار الخارجي، لذلك هذه الدرجه بتكون درجه عاليه مثلا مرئيه، وبالتالي هذا الالكترون وهنا الالكترون. الالكترون لا يمكن الا ان يتواجد في مستويات محدده. هذه المستويات نسميها انرجي ليفل. مستويات الطاقه بتكون مكمله، اي ان الالكترون في منطقه وسط ما بين هذه مستويات الطاقه لا يوجد. المناطق المسموح فيها هي مناطق الانرجي ليفلز او اللي بنسميها الاوربتس. طبعا هذا النموذج هو ايش؟ نموذج بور. وبالتالي لو جينا الى مستويات الطاقه في الذره بنعرفها على اساس انه في حالة N تساوي N1 N2 N3 N4 وهكذا حتى N ما لا نهاية. لما بتكون الذرة في حالة الاستخراج بين الإثارة بتكون الإلكترونات في الأغلب في ground state. المستويات الثانية بنسميها excited سايكل ستيت. وبالتالي اذا اعطي الالكترون طاقه ينتقل فيها، هذه الطاقه كانت تكافئ فرق الطاقه ما بين المستوى الاول والثاني، والالكترون سوف يثار الى مستوى الطاقه الاكسايتد. وفي الحاله هذه بنقول الاتوم از اكسايتد اتوم. طبعا الاكسايتد اتوم هذه الحاله غير مستقره، يعود الالكترون الى مستوى الطاقه الجراوند ستيت ويطلق فوتون اسمه اتش نيوترون، يعني طاقه. هذا الفوتون هو طيف كهرومغناطيسي حسب فرق مستوى الطاقه، يا اما بيطلع في المايكرويف او في الانفراريد او في الفيزبل ريجن او في الالترا فايلت او في الاكس ري حسب كميه الاثاره. لذلك نفترض انه الالكترون طلع الى مستوى ان تساوي 4، في الحاله هذه الطاقه التي اكتسبها حتى يفعل ان تساوي 4 اكبر من انه طلع الى ان تساوي 1. فعندما يعود الالكترون سواء هيك او بهذه الطريقه او بهذه الطريقه، بكل مره لازم يعطي اتش يو تحمل من تحمل فرق الطاقه ما بين المستويين، مستوى الطاقه اللي
تواجده في الدماغ. لذلك لما بقول لك انه الفوتون او الضوء او عمليه الليزر هي تنتج من اثاره الضوء. اذا جميع الاطياف الكهرومغناطيسيه سواء كانت في الضوء العادي او في الليزر فهي تنتج من الضوء. لكن هنالك شروط اساسيه واجب توفرها حتى يعطي هذا الفوتون ليزر. رصاص الليزر. اما في الحالات العاديه فهو يخرج في شكل ضوء عادي. اللي هو زي ضوء النيون او زي ضوء طالع من الشمس او اي ضوء من المصابيح اللي موجوده في الشارع او ضوء الاناره، كل هذا الكلام ينتج ضوء بهذا الشكل. طيب معنى ذلك ايضا بدنا نعرف شغله مهمه، انه اذا اكتسب الالكترون طاقه كافيه لينتقل الى المستوى اكبر من 2 تساوي على النهايه، فهنا الالكترون بصير فري. هذا الالكترون بيكون حر. لما يكون الالكترون حر يتحرر من مستويات الطاقه تصبح الذره ايون. ايون موجب لانه فقدت ايش؟ الالكترون. وبالتالي هذه الطاقه بنسميها ايونيزيشن انرجي. ايونيزيشن انرجي. وفي عندي حاجه بنسميها اكسلتيشن انرجي. واحد فرق بينهم. اذا الايونيزيشن انرجي هي الطاقه اللازمه لتحرير الالكترون من الذره، بينما الاكسلتيشن انرجي هي الطاقه اللازمه لاثاره الالكترون في داخل مستويات الذره. اذا معنى ذلك انه الذره مكمل مستويات الطاقه اللي مكمله. طيب عمليه الاثاره الذره بتتم من خلال عمليتين. اول عمليه هي عمليه الكوليجن، لما الاتومز تتصادم مع بعض هذه تكسب طاقه وتثير الذره. هذا الكلام احنا ما بنهتمش كثير في موضوع الليزر. احنا بهمنا النوع الثاني، النوع الثاني بيتعلق بايش؟ بعمليه الابزوربشن اند ايميشن. ابزوربشن اند ايميشن، امتصاص الطاقه من مصادر مختلفه سواء من فوتونات او عمليه التفريغ الكهربي او من خلال عمليه الانبعاث بعد ما تمتص الطاقه بخارج الذره ثم تطلق ايه؟ تطلق اللي هي الفوتون. طاقه الفوتون تساوي اتش نيو اي تساوي اتش نيو حيث ان بي تساوي سي على الضوء اذا بتساوي سي على الضوء. طبعا اي هاك اللي هي اي 2 ناقص اي 1. اذا ضغط الفوتون من اين عدد؟ عدد من فرق مستويات الطاقه في داخل الذره اللي هو من الانتقال من المستوى الاول المستوى الثاني الاول وهكذا. الاتش هو ثابت. الانجل التوقيت بتساوي 6.6 في 10 ملاحظة 30 جول في السكن. خلينا الان لو كنت جينا نشوف الليزر. عندنا احنا بنتكلم عن الالكترونيك ويف. وايضا تحدثنا عن انه الالكترومغنتيك ويف يشمل الضوء العادي والاقوال الموجيه الاخرى. الليزر هو احد انواع الضوء. لو جينا لكلمه ليزر هذا الليزر اختصار ل لايت امبليفيكيشن باي ستيميليتد اميشن اوف راديشن. ايش معنى الكلام؟ معناه تكبير الضوء بواسطه الانبعاث الاستحقاقي للاشعاع. تكبير الضوء بواسطه الانبعاث الاستحقاقي للاشعاع. اللايت اظن بالنسبه لكم واضحه ومعروفه. هو الكترومغنتيك ويف.
كلمه راديشن ايضا الاشعاع هو ايه؟ مكنه راديشن معروف. كلمه امبليفيكيشن هي عمليه التكبير، انه انا بدي اكبر اضخم، زي ما تيجي انت مثلا لمسجل وتعلي الصوت، ايش بتعمل؟ بتعمل عمليه امبليفيكيشن، بتزود الجيم طبيعة الصوت. كيف بدنا نكبر الضوء؟ هنا المشكله. اللايت امبليفيكيشن تكبير الضوء. تكبير الضوء مش سهل، ما بديش يستمر انك تحط حرف زي كده يزيد الضوء. حتى انك توصل على ليزر. اينشتاين اول عالم في عام 1917 وضع الاساس النظري لتكبير الضوء من خلال عمليه سماها ستيميليتد ايميشن. اذا لو فهمنا معنى العمليه ستيميليتد ايميشن هنقدر نعرف كيف بنكبر الضوء. اذا كل اللغز في عمليه الليزر بنركز على ستيميليتد ايميشن بس. اوكي؟ اذا احد اهدافنا في المحاضره الجايه انه نفهم عمليه ستيميليتد ايميشن وما هي الشروط اللازم ان تتوفر حتى تحدث عمليه ستيميليتد ايميشن. واول ليزر بعد ما وضع اينشتاين في عام 1917 فكره ستيميليتد ايميشن هي في عام 1954، اي بعد 37 سنه لما تمكن علماء الرياضيات ايجاد او تحقيق هذه الفرضيه. لذلك كانت تاكيد لاينشتاين وتاكيد لفكره عمل الليزر. طيب هنالك بعض الخصائص التي يمتلكها الليزر تميزه عن الضوء العادي. أول شيء الضوء العالي، الضوء العالي ينتشر الضوء في جميع الاتجاهات، صح ولا لا؟ بالضبط. يعني الآن جيب أنت مصباح، جيب ضوء شمعة أو أي مصباح أو الشمس، شعاع النار بيأتي بشكل دايفيرجنت، ينتشر هيك الشكل. وبالتالي لو أنت جبت مصباح ضوء عالي وبيكشف الكشاف ايش بيعمل؟ كل ما بعدد كل ما زاد ايش؟ الكشاف بتزود الحيوط. لذلك ايش اللي بصير؟ انه كل ما زادت المسافه كل ما قلت ايش؟ الانتنسيتي اكثر، لانه صارت توزع كميه الضوء على مساحه اكبر، واحنا بنعرف انه الانتنسيتي هي عباره عن ريجن للارياز لليونت تايم. بينما الليزر لا، الليزر بيطلع من هبوط الليزر، بيطلع من هبوط الليزر في شكل حزمه وبيستمر حزمه. إذا هنالك في خاصية أدت إلى هذه الفوتونات أنها تنطلق في خط مستقيم بإمكانها تصل إلى القمر وتعود مع دايفيرجن بسيط، وهذا كان له تطبيقات عديدة جدا حنعرف عليها خلال هذا الفصل. من ضمن التطبيقات أنه قدرنا نمشي أو نسير الليزر أو ضوء الليزر في أكياس الفايبر أوبتكس وننقل المعلومات، ننقل الاتصالات، نرى في داخل جسم المريض من غير ما نعمل عمليه جراحيه من خلال جهاز الاندسكوب اللي سمعنا عليه. الاندسكوب عباره عن اليات بصريه ست خطوط، خط منهم يدخل الليزر وخط بيستقبل المنعكس من الليزر الى كاميرا وبتوجيه ايش في داخل جسم الانسان. من المزايا الثانيه لضوء الليزر انه مونوكروماتيك لايت، معناته انه اوتوماتيك وحاد الطول الموجي. اذا حاد الطول الموجي معناته الضوء العادي ايش وضعه؟ يمتلك جميع الاطياف، وبالتالي الضوء الابيض حقيقه هو عباره عن ضوء يمتلك الاحمر والاصفر والاخضر. وعشان نتاكد من الكلام لو حطيت منشور امام الضوء الابيض بيحلله الى الزاويه الاساسيه اللي هي الوان الضوء. وضوء الشمس لما بتكون فيها سداد مطر فبتكون قوس قزح ايجازا لايش؟ لتحليل اللي هو على فقرات المياه. بينما شعاع الليزر اذا دخل على المنشور فينكسر ويخرج من دون ان يتحلل، لانه هو اوريدي طول موجي وحيد. وهذا طبعا ايضا ساهم في عدد كبير جدا من التطبيقات.
زي تصوير الدولار في مسألة تصوير ثلاث الأبعاد. أيضا في علم الفيزياء اسم الكاستروبي وعلم الأسترونومي كل هذا بيلزموا تردد سلكت تردد لأنه لما أنت تيجي تسقط الضوء على أتمز معين عشان تعمل إثارة فأنت لازم تختار طول الموج الصح اللي بيعمل إثارة لإلكترون معين. فمن وين بتجيب أنت الضوء هذا إلا إذا كان شعاع ليزر. إذا صار في عندي خاصيتين مهمتين، الخاصية الأولى اللي هي الدايركشناليتي الاتجاهية، الخاصية الثانية اللي هي المونوكروماتيك أي أحادية اللون. الخاصية الثالثة اللي هي الكوبيرنس. إيش معنى الكوبيرنس؟ أي أن الأشعة مترابطة. الأشعة مترابطة، إيش معنى مترابطة؟ حزبة واحدة لها نفس الفيز. لها نفس نفس الفيز، وبالتالي لو أنت طلعت على الضوء عادي بتلاقيه عامل بهذا الشكل، ممكن يكون عامل بهذا الشكل وتشفي علاقة بينهم. لو جيت طلعت على المحصل ايش بتلاقي؟ ممكن هدول الاشعاعاتين ببعض بحيث انها تطلع المحصل ايش؟ زيرو او صغيره جدا. بينما لما طلع انت على ضوء الليزر، ضوء الليزر عباره عن فوتونات، هذه الفوتونات اللي انا بمثلها هتلاقيها عندك كلها زي بعض، هتلاقي بعض بتنزل في نفس الاتجاه هذا الشكل، وبالتالي هيكونوا الاقوال الفيز ريليشن شيب بينهم كونستنت، وفي المحصل حيكون التوافق بناء، وفي النهايه هنحصل على ايش؟ على حزمه ذات امبليتود عاليه. هذه هي خاصيه من خاصيه الليزر. وكون انه انت تخلي جميع الفوتونات تمشي كلها في نفس الفيز موضوع مش سهل. يعني ما اجي اقول مثلا انت شاطر بدي اياكم كلكم تطلعوا تمشوا من هنا لباب الجامعه. الخطوه اليمين الاول بعد الشمال كل بنفس الريتم ولا يمكن في تظبط الوضع ولا يمكن. كل واحد عنده فوضات فرديه. نفس الفوتونات لما تنطلق من الذره كل فوتون ينطلق بطور معين، وبالتالي الضوء الابيض لما بيصدر ايش بيصدر؟ كل فوتون يمتلك الطيب او يمتلك الفيز الخاص به، بينما في شعاع الليزر جميع الفوتونات لهم نفس الفيز. المشي عسكريا كلهم بياخذوا نفس الفيز، وبالتالي الترابط والدايركشناليتي والمونوكروماتيسيتي بتعتبر لشعاع الليزر هذا الشعاع الساخن هذا خصائص فريده ميزتها عن الضوء العادي. طبعا يجب ان نقول اعطيتكم فكره عن الليزر، لكن تركت في اذهانكم مجموعه كبيره من الاسئله. هذه الأسئلة حتيجي إجابتها في التدريج خلال الغرفة. من ضمن هذه الأسئلة، ليش شعاع الليزر مترتبط كوفيرنس؟ لماذا شعاع الليزر دايركشناليتي؟ ما هي عملية السكريبت ديليشن؟ كيف يمكن إجراء عملية امبليفيكيشن للليزر؟ كل هذا الكلام حتجاوب عليه خلال هذا الكورس، وزي ما قلت لكم انتبه دائما وابدا تحرص انك تحضر كل محاضرة، لأنه كل المحاضرات السؤال بيقول حكينا انه الضيف الجامعه منتشر من راديو ويفز للجامعه، وفي نفس الوقت الليزر يمكن ان يوجد في اي منطقه من مناطق الضيف. السؤال اللي بيطرحه الاخ محمد شبير بيقول كيف ممكن ان نفسر منطوق الليزر مونوكروماتيك وفي نفس الوقت انه يتواجد في كل الضيف الجامعه؟ اوكي حد بده يجاوب؟ جاوب انا. تفضل. يعني هي موجات كل الارض صحيح. طيب. ممكن تكون مختلفة بس الجسم هذا غير الجسم هذا. صحيح. رائع جدا، جاوب ظريف. ما اللي بقوله كالتالي، إذا كان عندك الليزر في منطقة الفيزيبل ريجن هذا ليزر. ممكن تجيب نوع ثاني
الروب ليزر بيطلع في الانفراريد او السي دبليو ليزر ولكن في منطقه مختلفه عن في منطقه الانفراريد او الاكسايمر ليزر. الاكسايمر ليزر تشع في منطقه الالترا فايلت. اذا انت ممكن تصنع جهاز يولد لك ليزر المنطقه اللي انت بدك اياها حسب التطبيقات اللي انت بدك اياها فبتصنع الليزر. طبعا لما نيجي نعرف ايش كيف تصنيع الليزر بدون ما يتكون بعرف كيف اتحكم في التربه. لكن اول ما يطلع الليزر في منطقه الانفراريد بيطلع في الانفراريد. نفس الكلام اللي بيطلع اشعه اكس بيطلعش الضوء الابيض ماشي محمد؟ اللي بيطلع الانفراريد بيطلعش الضوء الاكس راي. وبالتالي حسب نوع الاثاره وحسب نوع الماده وحسب مستوى الطاقه انت بتحصل على الليزر تبعك. يعني هذا الطقس ما في نوع معين. نعم. مش لكل الانواع. يعني تصنع جهاز بيطلع لك حسب الطول الموجه اللي بدك. ليش اول ما نزل السي دي كان يخزن معلومات على 640 ميجا بايت؟ لانه اللاير ليزر في ذلك الوقت كان بيعمل في منطقه الفيزبل لايت. بعد ما تطور الليزر الازرق اللي هو طول الموجه اقل صار في عندنا حاجه اسمها دي بي دي 4.7 جيجا بايت. طبعا الان في حاجه بنسميها البلو ري 50 جيجا بايت. وبالتالي كل ما تطورت التقنيه وتطورت الليزر في تطور مستمر لعند الان. بالضبط.